أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.